ننتقل إلى روسيا وأوكرانيا. تفضل. ما لدينا من معلومات حديثة في تطور هذا الملف إنه روسيا سيطرت على 200 كيلو داخل الأراضي الأوكرانية فقط في شهر يوليو، وإنه ده مجملاً بيعني تقدم القوات الروسية في هذا الصدد ميدانياً. صحيح. على الجانب الآخر أوكرانيا استلمت شحنة أو طلبية لطائرات F-16. هنا روسيا بدأت في التهديد والوعيد وعادت مرة أخرى لاستخدام مصطلح النووي. كيف ترى أبرز التطورات في هذا الملف يا فندم؟ يعني أبرز التطورات في ملف روسيا وأوكرانيا على نحو التالي: واحد، ميدانيا هناك تقدم عسكري روسي أخذ صورة القضم التدريجي، ثم تحول هذا القضم التدريجي إلى قضم أكثر نشاطا. أين يجري هذا القضم والاحتواء لمساحات الأرض؟ يجري أساسا في الدونباس. الدونباس دي تضم مقاطعتين، مقاطعة اسمها لوغانسك ومقاطعة اسمها دونيتسك. التقدم الذي يجري الآن في مقاطعة دونيتسك، وهو تقدم يجري إلى غرب الدونباس أو غرب دونيتسك. يعني بمعنى إيه؟ بمعنى أنه في أجزاء من دونيتسك لا تزال إلى الآن تحت السيطرة الأوكراني. أهمها مدينتان، واحدة اسمها كراماتورسك والتانية اسمها سلافيانسك. مفتاح الوصول إلى هاتين المدينتين مدينة اسمها تشاسيفيار. تشاسيفيار سيطر الروس في تقدماتهم على المحاور المختلفة إلى الآن على أغلبها، لم يبقى إلا جزء في غربها، وهي تشاسيفيار حاكمة جدا في الوصول إلى كراماتورسك. المقاطعات الأخرى اللي تحت الحديث هي إضافة دونيتسك ولوغانسك، زاباروجيا وخيرسون. بالتالي أنا أتصور أن الروس في دأبهم التدريجي وسعيهم التدريجي على الأرض ينوون فيما يبدو ألا ينتهي هذا العام، بمعنى آخر ألا يأتي ترامب ودون أن تكون روسيا قد سيطرت على كامل أوكرانيا شرق نهر الدنيبرو، اللي هم الأربع مقاطعات إضافة لجزء من خاركيف. خاركيف يتعاملون معها، هي خارج المقاطعات الأربع التي ضمتها روسيا رسميا، لكن هم يعتبرونها أيضا مدينة روسية، وربما الميناء أوديسا جنوبا. فهنا الروس يحتفظون بالورقة العسكرية كاملة. فكرة الاف 16 حصل خلال هذا الأسبوع عمل استعراضي عسكري. إيه اللي عمل الاستعراضي العسكري؟ إن استطاعت طائرة سخوي 35 روسية أن تسقط طائرة ميج 29 أيضا، هي من أصل روسي أوكرانية، على مسافة تتجاوز 230 كيلو مترا بالصاروخ. يعني انطلق، ففكرة أنا أعتقد أن هذه كانت رسالة للإف 16 وأسطورة الإف 16 أننا في انتظاركم. يعني في انتظاركم. فما يحدث للأسلحة الغربية عموما أمريكية أو غيرها أنهم أدخلوا إلى الميدان الأوكراني كل أنواع الأسلحة التي يعتبرونها الأكثر تطورا وتقدما، ولم تفلح. ولم تفلح لسبب بسيط جدا، بسبب المقدرة الهائلة للروس على التكيف. يعني ترامب حين أجرى مع زيلينسكي مهاتفة أخيرة قال له ببساطة، قال ترامب لزيلينسكي: أنت لا تستطيع، لا أحد يستطيع هزيمة الروس، هؤلاء هزموا نابليون وهزموا هتلر، فأنت بتتكلم عن إيه؟ فالفكرة المقدرة الهائلة على التكيف. وأنا قلت غير مرة عقيدتي في هذا التكيف أن الروس في حروبهم الوجودية الكبرى، لا أقصد في كل الحروب، في حروبهم التي تمس وجودهم الجغرافي أو وجودهم الثقافي أو وجودهم التاريخي، يهزمون فيهزمون فيهزمون ثم ينتصرون. بحديث حضرتك عن زيلينسكي يا أستاذ عبد الحليم، هل لو ترك زيلينسكي بمفرده دون تأثير دول الغرب والولايات المتحدة الأمريكية عليه، هل من الممكن أن يرضخ لطلبات وشروط روسيا ويكف عن المطالبة بالانضمام للناتو وما إلى ذلك؟ طبعا هذا الكلام يبدو مستبعدا لأول وهلة، لكن استطلاعات الرأي العام أبرزت شيئا عجيبا جدا في الرأي العام الأوكراني من جراء التعب والإحساس باليأس المتزايد
وعدم المقدرة على تجنيد العدد الكافي من الجنود وهروب الشباب الأوكراني من التجنيد بقطع الأصابع وغيرها، أنت في النهاية بتتكلمي عن صعود نسبة الأوكران في آخر استطلاع لأكثر من نحو 30% مستعدون لإعطاء روسيا ما تريده في أوكرانيا. طبعا تزامن ذلك مع ديمتري كوليبا وزير خارجية الأوكراني حين زار الصين وكلم عن السلام وكده. في المقابل الروس يقولون نحن نوافق على سلام بس بشرط أن الأوكران يبادرون بالانسحاب من كامل المقاطعات الأربع التي أصبحت روسية، مش إحنا اللي ننسحب. اتنين، ناخد تعهد بعدم انضمام الأوكران إلى حلف الناتو أو أي حلف أساس أقل. المشكلة بالأصل أساس المشكلة. ومن ثم فإنه ترامب لما بيتكلم أننا هسوي الأزمة بيتكلم ببساطة أنه ممكن يقفل الصنبور الأسلحة بعض الشيء فتخضع أوكرانيا. أما لو افترضت جدلا أن أوكرانيا تركت لوحدها فالروس لن يقف عند نهر الدنيبر، سيقفون عند الحدود الأوكرانية البولندية في مينيت ليفيف مش في كراماتورسك. أخيرا بوتين يعني قام بإصدار تهديد بإنتاج أسلحة نووية متوسطة المدى، والتهديد ده كان تحديدا ردا على عزم أمريكا نشر صواريخ في ألمانيا. صحيح. راحت برلين ردت وقالت أنه لن نرضخ لترهيب بوتين. هل ممكن تحصل مواجهة مباشرة على المدى القريب بين روسيا وأوكرانيا، عفوا بين روسيا وألمانيا، ولا دي مجرد حرب شائعات وحرب مش شائعات تصريحات؟ لا أرجع ذلك، إنما سر ما يجري على نحو التالي، ما يجري في أوكرانيا وحرب ذات طابع عالمي تجري في جغرافيا اسمها أوكرانيا. هي إلى الآن محكومة بهذه الجغرافيا داخل النطاق الجغرافي الأوكراني، يعني كل الأسلحة التي يرسلها الغرب، كل الجنود الذين يرسلهم الغرب، كل الخبراء الذين يرسلهم الغرب، كل المليارات مئات المليارات من الدولارات التي يرسلها الغرب في هذا النطاق إلى الآن في الجغرافيا. وفي الـ 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 البعد الآخر هي حرب تحت المستوى النووي، يعني لم ندخل في جدال. وأنا لو أرجح حدوث حرب عالمية ثالثة نووية طبعا، لأنه كل الأطراف تدرك الأثر المهلك طبعاً. لن ينتصر فيها أحد، ستفنى البشرية بالكامل. لأن الروس أسلحتهم بس يعني تكفي لإفناء البشرية. أما لعبة التوازن الجيوسياسي في أوروبا فتجري على النحو التالي. أمريكا كانت قد سحبت هذه مثل هذا النوع من الصواريخ من ألمانيا بعد انتهاء الاتحاد السوفيتي وبعد الإحساس بأن روسيا ضعفت. استعادة قوة روسيا دفعت أمريكا لأن تنشر هذه الصواريخ. بالمقابل الروس لديهم امتداد جغرافي هائل. الإخوة المشاهدون والإخوات المشاهدات لهم أن يعلموا أن روسيا جغرافيا روسيا الجزء الأوروبي من روسيا يشكل 40% من مساحة أوروبا وحده، الجزء الأوروبي مش روسيا ككل. روسيا ككل هي أكبر دولة في العالم 17 مليون كيلو متر مربع. إنما يعني مثلا بس الروس احنا نتحدث بوتين عن إعادة إنتاج صواريخ المدى الأقصر والمتوسط النووية الطابع، يقصد أنه نحن على الباب. يعني في كالينجراد على سبيل المثال وهي مقاطعة روسية منفصلة عن الجغرافيا الروسية الآن، وكانت من قبل الحرب العالمية الثانية مدينة ألمانية، يعني دي من غنائم روسيا في الحرب العالمية الثانية، وهي على بحر البلطيق وتعد خنجرا نوويا في قلب أوروبا. فتسليح كالينينغراد نوويا يعني ببساطة أنه لا قيمة لنشر القنابل النووية أو الصواريخ النووية الأمريكية في الغرب الأوروبي.